وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة فرساي الفرنسية الدكتورة جيهان جادو، أستاذ القانون العام وعضو مجلس مدينة فرساي. دكتورة جيهان، تحديات عدة على المستوى الداخلي والخارجي تقابل ماكرون في هذه الفترة الرئاسية الثانية، برأيك كيف سترتب الأولويات الخاصة بماكرون في هذا الصدد الداخلي والخارجي؟ أهلا بحضرتك يا فندم والسادة المشاهدين. طبعا بكل تأكيد هناك تحديات كبيرة جدا جدا سوف تواجه ماكرون في ولاياته المقبلة، والحقيقة أن أهم الملفات اللي يمكن من أهمها الحرب الروسية الأوكرانية، لأن الحقيقة هي فرضت نفسها بقوة على الساحة الفرنسية وعلى الأراضي الفرنسية. طبعا هناك تداعيات كبيرة جدا جدا من جراء هذه الحرب أثرت بشكل أو بآخر على الاقتصاد الفرنسي، فبكل تأكيد سوف تكون هذه هي أولى الأولويات بالنسبة لماكرون، وأيضا الخاص بالتنسيق الداخلي في القارة الأوروبية وحلفاء أيضا فرنسا في الاتحاد الأوروبي، حتى تتم هناك سيطرة بعض الأمور وأيضا توحيد الصفوف الأوروبية تجاه هذه الأزمة. فبكل تأكيد سوف يكون هذا من أولويات ماكرون، بالإضافة للعديد والعديد من الإصلاحات التي تعهد وتوعد أنه سوف يقدمها للمواطن الفرنسي. فيمكن من أهم يعني ما ركز عليه أيضا اليوم في خطابه أنه سوف يكون هناك توحيد أقوى وأكثر قوة للقارة الأوروبية. نعم، لكن برأيك يعني فرص فوز الحزب الحاكم بالأغلبية في الانتخابات البرلمانية القادمة، هل من مؤشرات تشير إلى هذه النتيجة أم ربما تظهر بعض المفاجآت في هذا الصعيد؟ بكل تأكيد هو طبعا الحزب الأغلبية سوف يكون داعما لماكرون، لكن طبعا هناك الأمر ليس ببعيد أبدا أن تكون المعارضة أقوى بشدة، قوية بشدة طبعا. فبكل تأكيد يمكن هذه الأمور سوف تعرقل بعض السير في الحركة الخاصة بماكرون، لكن على الصعيد العام الأجواء يعني تدعو للتفاؤل بأن سوف يكون هناك تناغما ما بين البرلمان وأيضا الرئيس، ويكون الحزب الغالب هو الفائز في البرلمان. نعم، مرة أخرى نعود إلى الأزمة الأوكرانية الروسية وتداعياتها على العالم أجمع، وربما التحدي الأبرز هو الملف الاقتصادي. برأيك ما هي الإجراءات التي سيبادر بها ماكرون في هذه المرحلة، خاصة مع وجود ربما ملامح جديدة لخريطة عالمية؟ بكل تأكيد الاقتصاد الحقيقة متزعزع جدا جدا في ليس فقط في أوروبا، يمكن في العالم أقوى، بأن هناك فعلا تداعيات لهذه الحرب أثرت على العالم بشكل كبير. فطبعا الوحدة الأوروبية ووحدة الاتحاد الأوروبي يعني في هذه المرحلة يعني تتسم بالقوة، يعني الحقيقة سوف يسعى ماكرون جاهدا بأن يكون هناك قوة أكثر وأكثر في أن يكون هناك تعزيز للقوة الأوروبية للحد من مخاطر الحرب الاقتصادية، لأنها الحقيقة الحرب الروسية الأوكرانية هي اقتصادية بحتة، وهناك تأثير كبير جدا جدا في الشارع الفرنسي وعلى المواطن الفرنسي بدأ يلمس هذه الأمور خاصة بالقوة الشرائية والتفاوت الكبير ما بين الأسعار. فطبعا ده سوف يؤثر بشكل كبير جدا جدا على تداعيات المرحلة القادمة. نعم، أشكرك جزيل الشكر الدكتورة جيهان جادو، أستاذ القانون العام عضو مجلس مدينة فرساي، كنت معنا عبر الهاتف.